كيف نقدر أنه إحنا نتعامل مع نفسيتنا، أن تكون لدينا المرونة النفسية، وما أهمية المرونة النفسية على صحتنا وعلى تعاملنا وعلى سلوكنا وعلى ارتباطنا بأسرتنا ومجتمعنا. بالتأكيد لما الشخص منا يكون عنده مرونة نفسية فهو قادر أنه يتأقلم بشكل جيد وشكل ممتاز مع التغييرات، مع الضغوطات المفاجئة، مع خلينا نقول الالتزامات اللي تكون على عاتقنا في الحياة، سواء كنت أب أو رب أو رب أسرة، أو كنت أم ربة منزل. بالتأكيد كلنا نواجه ضغوطات، كلنا نواجه روتينات متغيرة في حياتنا، ممكن أمور مفاجئة تواجهنا في حياتنا. هنا يتطلب علينا أنه إحنا يكون عندنا الذكاء وسرعة التصرف، أنه كيف نجعل من نفسنا نفس مرنة، كيف أنه إحنا نستقبل، كيف أنه إحنا نعالج هذه الأمور بذكاء وبأريحية. دائما أقول الضغوطات النفسية ومصاعب الحياة اللي بالتأكيد أحيانا تواجه كل زوجين في حياتهم، هي بالتأكيد تعتمد على مدى استيعاب أو مدى التعامل من قبل الشخص مع هذه المشكلة أو مع هذا العائق. يعني أنا بإمكاني أني أتعامل معها بذكاء وأني أصغرها، بعكس أني أحجمها وتأثر على نفسيتي وما يكون عندي تقبل، ما يكون عندي استقبال وردة فعل بالمعالجة لهذا الأمر. فبالتأكيد هذا الأمر راح يكون عائق ثقيل جداً، أنه ما أقدر أتحمله، ما أقدر أني أتعامل معه بالشكل الصحيح، رح يأثر على استقرار بيتي، رح يأثر على نفسيتي. بالتالي دائما أقول أن نفسية الوالدين في البيت هي تنعكس بشكل سريع جدا على الأبناء. إذا كانت النفسية إيجابية فبالتالي ستعود على الأبناء بالشكل الإيجابي، والعكس تماما إذا كانت سلبية. فدائما نكون حريصين على أنه إحنا نتميز بالمرونة النفسية، وإحنا نعرف طبعا مدى أهمية المرونة النفسية. إذا كانت نفسيتك مرنة فأنت رح يكون عندك مرونة أنك أنت كيف ممكن لا سمح الله تتفادى الأمراض المفاجئة. كثير من الأشخاص ممكن يمرون بضغط نفسي وينام ويصحى يقوم لا سمح الله مريض، يتعرض لجلطة، يتعرض ممكن مثلا لصداع مستمر على طوال اليوم، يتعرض مثلا لأمراض الضغط. هذه الأمراض المفاجئة اللي هي عادة تكون نتاج هذه الضغوطات وعدم تحملها وعدم التعامل معها بمرونة. كلنا نسمع عن الأمراض المزمنة اللي هي نتكلم عن السكري، الضغط، أمراض الجهاز الهضمي، أحيانا التنفسي، أمراض كثيرة أحيانا تكون فجأة. يعني كثير نسمع يقول والله شفت فلان يعني مسكين نام وصحة تعبان وجاء مثلا جلطة، جاء مثلا مشكلة في الشرايين في القلب. طيب ما نسأل أنفسنا هذا العارض المفاجئ اللي هاجم الجسم وش سببه؟ هل سببه والله مثلا سوء تغذية؟ هل سببه نعرف انه احنا خلينا نقول المشاكل الصحية اللي نواجهها بشكل طبيعي اللي هو مثلا سوء تغذية، قل مناعة او خلافه، عادة ما يكون بأمر تدريجي. ولكن لما نتكلم عن العارض المفاجئ، العارض الصحي المفاجئ، عادة هذا يجي لما يكون ان الشخص ما عنده مرونة انه يتقبل، زعلان، حزين، غاضب، ما عنده قابلية أنه يتعامل مع هذا الأمر بحكمة وذكاء، خلاص يعني اقفلت معه زي ما نقول أو زي ما نسمع. وهذا خطأ كبير جدا. لازم أن إحنا يكون عندنا ذكاء في التعامل مع هذه الأمور، نواجه، نعالج، نجد الحلول. ليه أنا أكون زوجة وعندي زوجي ما أقعد أتناقش معه، ما أقعد أني أوجد الحلول معه اللي ترضي الطرفين، اللي تكون اللي تصب في مصلحة واستقرار الأسرة. المرونة النفسية أمر مطلوب وأمر أساسي عشان أن تسير عجلة حياتك بالشكل الصحيح والشكل السهل. على 011